السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. ثلاث صفقات جديدة مهمة للأهلي وغضب عارم من جماهير الأهلي ضد إدارة بيراميدز وأسعار تذاكر مباراة الاثنين القادم إن شاء الله. لكن عايز أقول لكم إنه برضو مازال الصخب شديد بشأن قضية رمضان صبحي وقرار اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات برفع الإيقاف عنه. هقول لكم إيه اللي فيها. منتخب الأولمبي فاز على العراق 2-1، ودي آخر بروفا ليه قبل ما يخش القرية الأولمبية ويبدأ التركيز في دورة الألعاب الأولمبية في باريس استعدادا للقاء الدومينيكان في بداية اللقاءات المجموعة يوم 24 من هذا الشهر. المنتخب المصري معاه في مجموعته الدومينيكان، وبعد كده هيلعب مع أوزبكستان ثم مع أسبانيا، ويتأهل فريقان من هذه المجموعة. كابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة المشرف على المنتخب أبدى سعادته الكبيرة بحالة التجانس اللي ظهرت سريعا بين محمد النني وأحمد سيد زيزو اللي فوق السن مع بقية لعبة المنتخب الأولمبي، وأبدى تفاؤله الشديد وإن شاء الله خير. أقول لكم الأهلي وصل تدريباته النهاردة استعدادا لمباراة الألومنيوم اللي هتبقى يوم الجمعة، وصل تحذير من أي استهانة بالمنافس طبيعة مباريات الكأس، لكنه كان واحد من اللي هيعتمد عليهم في قيادة دفاع الأهلي محمود متولي قلب الدفاع، لكن الدكتور أحمد جبلة قال إنه متولي عنده شد في العضلة الضمة وبالتالي مش هيشارك في مباراة الألومنيوم. بالنسبة لصفقات النادي الأهلي النهاردة ثلاث صفقات متنوعة. يوسف أيمن قلب دفاع الدحيل القطري، لاعب مصري لكن لعب لمنتخب قطر باستمارة أو بوثيقة الجنسية وليست جنسية، وبالتالي احتفظ بالجنسية المصرية ويقيد مع الأهلي في الموسم الجديد كلاعب مصري. يوسف أيمن لاعب فارع الطول، مقوماته وقوامه مناسب جدا، عنده 25 سنة، لاعب سافر لقطر انضم لأكاديمية أسباير ومنها انتقل إلى فريق بلجيكي يوبين البلجيكي تحت 21 سنة، وبعد كده عمل لفة في الإعارات على السلية وعلى نادي قطر ثم انتهى به في موسم 2022 للدحيل. الآن كان هذا الموسم لاعب أساسي في قلب دفاع فريق الدحيل، طوله 195 سنتي أو 190 سنتي، فطوله مناسب جدا لمركز قلب الدفاع اللي كان اختاره للمنتخب القطري كارلوس كيروش البرتغالي المدير الفني للمنتخب القطري الموسم اللي فات. وعلى فكرة وبالمفارقة انه هو نفسه كيروش اللي لما كان منتخب مصر هو اللي اكتشف وضم محمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد للمنتخب، فالوا عليه الكمال. يوسف أيمن يدعم كتيبة الدفاع الأهلوية ويكون إعارة لمدة سنة أو استعارة لمدة سنة قابلة بأولوية الشراء للنادي الأهلي إن شاء الله. بإذن الله يكون لاعب مهم جدا، وده حلم الطفولة بالنسبة له زي ما أعلن من خلال تقديمه عبر وسائل النادي الأهلي عن سعادته إن ده كان حلم طفولته إنه يلعب في النادي الأهلي. النادي كمان كابتن خالد العوض النهاردة بيعلن عن صفقتين لتدعيم قطاع الألعاب الأخرى. يمكن محمد عدلان في كرة اليد بيدعم فريق الشباب وعنصر مهم جدا جاي من طلائع الجيش العوضي، بيتوقع له مستوى كبير مع الفريق الأول قريبا، وبيدعم فريق رجال السلة بإبراهيم هشام أيضا لاعب طلائع الجيش. ثلاث صفقات في يوم واحد أعتقد تأكد أنه الأهلي شغال في دعم الفرق كلها على خط واحد. بالنسبة لمباراة الأهلي وبيراميدز لازم يا جماعة حد يتدخل، لأن هذا التعسف في استخدام حق النادي المنظم للمباراة لأسعار التذاكر أمر خرج عن حدود المتصور والمعقول والمحترم، أمر لا يصعب فهمه وبيخرج بالرياضة برا الإطار السليم بتاعه. وبعد كده نسأل أو نتضايق إن الجمهور بيزعل ليه. أنا هقول لكم إنه الأسبوع اللي فات من كام يوم كانت مباراة الأهلي وبيراميدز، الأهلي كان عامل التذاكر اللي طرحتها شركة تذكرتي المقصورة الأمامية ب 750 جنيه، والدرجة الأولى ب 250، والدرجة الثالثة ب 75، والناس كانت بتشتكي وتقول له أسعار غالية. النادي المنظم النادي الأهلي هو اللي حدد. النهاردة شركة تذكرتي بتعلن عن طرح تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي بقى اللي هتبقى يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله. تعرفوا بيراميدز حدد التذاكر إزاي؟
عشان تشوفوا بس التعسف في استخدام الحق الحقيقة عشان يطفش جمهور الاهلي او ياخد مكسب منه. طبعا ما تقوليش انه بيراميدز بامكاناته وقدراته الدولارية الكبيرة قوي محتاج ياخد يلم فلوس من جمهور الاهلي ومن جماهير الملاعب الغلابة، لكن هو تعسف في استخدام الحق وتطفيش لجماهير الاهلي عن حضور المباراة والتأثير لصالح فريقها. انتوا متخيلين التذكرة المقصورة الامامية اللي الاهلي كان بيبيعها الاسبوع اللي فات ب 750 النهاردة بيراميدز طرحها بكام؟ ب 5000 جنيه. تقول لي ما هو مش كل الناس هيقعدوا في المقصورة، يروحوا يا عم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى النادي الأهلي كان طرحها بيعها ب 250 جنيه. بيراميدز طرحها بكام؟ ب 2000 جنيه. 2000 جنيه قيمة تذكرة الدرجة الثانية الأولى. الدرجة الثالثة اللي هي كانت ب 75 جنيه بيراميدز يخليها ب 200 جنيه. أغلى من يعني أغلى من الدرجة الأولى اللي كانت. هل في منطق يا جماعة تذكرة تبقى ب 5000 جنيه و 2000 جنيه و 250 جنيه؟ دي الأسعار اللي طرحها نادي بيراميدز واللي شركة تذكرتي اضطرت تقول احنا ما احناش طرف في تحديد أسعار التذاكر، وإنه النادي المنظم هو اللي بيحدد أسعار تذاكر مبارياته واتحاد الكرة هو اللي بيحدد أسعار تذاكر المنتخبات الوطنية. فما احناش لينا صلة ولا لينا علاقة ولا لينا سلطة ولا لينا تأثير في تحديد أسعار تذاكر هذه المباريات. هنا اتكلم الجمهور يروح لمين؟ الجمهور يشتكي لمين؟ غير ان هو يشعر بالاحتقان والاستياء والزعل. بس انتوا بالشكل ده هل ده وضع قانوني او وضع طبيعي في استخدام هذا الحق بهذا التعسف وهذا الاستغلال والضغط على الناس بهذا الشكل؟ ادارة نادي بيراميدز، هل السادة الملاك لنادي بيراميدز وهم ناس أفاضل، هل بلغهم أنه إدارة النادي هنا بتتعسف في استخدام هذا الحق ضد جماهير الكرة؟ وده جماهير الكرة كلها يعني فئات أنتوا عارفينها. يعني إيه واحد هياخد ولاده بيروح الماتش يقعد في الدرجة الأولى كان تذكرة ب 200 جنيه لو معاه عيلين بيدفع له 400 جنيه ولا 500 جنيه، النهاردة أنت هتدفعه في التلات أربع ولاد 10,000 جنيه. هل ده منطق يعني؟ هل ده يقبل؟ وبعدين للأسف ما لقيتش أي معالجة ولا أي تعليق ولا أي يمكن إلا القليل سمعت الزميل إبراهيم عبد الجواد بيتكلم فيها. بس أنتوا بتقعدوا في كل البرامج تخاطبوا الجماهير وكمان تغازلوا الجماهير وتوحوا لهم إن أنتوا معاهم. طب يا جماعة أو ألف باء إن أنت تتكلم في قضية عادلة بهذا الشكل. هل في أسعار تذاكر في الدوري المصري حصلت بهذا الشكل؟ مصر لو هتلعب مع الأرجنتين لو ميسي موجود في الملعب مش هتتباع التذاكر بخمس تلاف جنيه. ده أمر غير مقبول وغير معقول والأسوأ منه السكوت عليه. هل هيزعج حد؟ هل حد هيتدخل؟ هل حد هيقول لهم عيب؟ هل الملاك هيقولوا للإدارة المصرية اللي هنا ما يصحش التعسف في استخدام الحق ضد جماهير في المدرجات بهذه الأسعار بهذه الطريقة؟ الهدف إن أنت تطفش جمهور الأهلي من الملعب علشان ما يأثروش على المباراة. في النهاية الملعب ما بيفرقش معاه، ما الأهلي كسب بيراميدز وكان الملعب ما فيهاش جماهير، وبيراميدز كسب الأهلي والملعب كان فيه جمهور. في النهاية الملعب ملعب. إنما في النهاية المتاجرة والضغط على الناس الغلابة أعتقد كلام محتاج وقفة مهمة قوي. بمناسبة بيراميدز كان فيه انزعاج كتير لرمضان صبحي وعن طريق محاميه هو هاني فضل زهران، وقال ان هو يتعقب الناس اللي اساءت لرمضان صبحي والناس اللي قالت على رمضان صبحي انه متعاطي منشطات وانه ربما ينوي كمان مقاضاة اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات لان هي اساءت للاعب في سمعته وفي قيمته وفي سعره وفي ايضا في فرصته على الملاعب، ومعاه حق طبعا لانك انت وقفته بهذا الشكل. اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات طلعت بيان قالت انه الإيقاف الإجباري اللي تم بعد ثبوت العينة إنه فيها تلاعب ده إجراء وقائي قانوني سليم 100%، بيدافعوا عن حقهم وبيقولوا إن ده كان قرار قانوني جدا، لكنه لجنة الاستماع اللي اتشكلت واللي أوقفت العقوبة بناء على تقريرها أوقفت اللجنة المصرية العقوبة. الحقيقة هي حكت اللي حصل لكن قالت إن إحنا لسه عايزين وقت علشان
نخرج الحيثيات الكاملة، لسه الحيثيات الكاملة تحت الصياغة، ده اللي أنا كنت تسألت عليه في الفيديو السابق، وقلت المكافحة المصرية لازما احتراما للرأي العام تعلم بوضوح عن الحيثيات اللي ظهرت ليها. أنت اتهمت رمضان على أي أساس؟ ورفعت عنه الإيقاف على أي أساس؟ وهل هو بريء ولا مدان؟ تقرير اللجنة قالت إنه لا بريء ولا مدان، لأن بعد ما استعرضت الواقع وقالت إن إحنا لسه قدامنا وقت لسرد الحيثيات وصياغتها في الشكل القانوني الكامل وإرسالها لكل الأطراف المعنية، قالت إنه قررت اللجنة اللي هي لجنة الاستماع بالأغلبية مش بالإجماع أن الأدلة المقدمة من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ليست كافية لإثبات قيام اللاعب بالتلاعب في أو استخدام وسيلة محظورة. وفي هذا السياق فإن حكم اللجنة اللي طلع ده